فيها. شكون اللي عمل على قصان الضوء؟ انا عملت على قصان الضوء. دونك سنبدا استثنائيا اليوم بوليد زين. انا مش في الصادي منرفز على وليد عمل قصان شبيك مستغرب شبيك على خاطر على خاطر وليد يتابع في الاكتواليتي سعدي مازال خلي تو نحكم مع شعر بعد. حسيت قصان الضوء انا مرة عصير خطر رايقد عادي ما تصير قصر انا بدي رقت ل 11 قمت صبي ما فقتش اللي ذو قصيص قص كان في الانترنت انا قمت ماضي ساعه ونص داخل بعضي من الضوء مقصوص والدنيا خايضه وقت رقت باش تقوم داخل بعضي قمت نص الليل ورقت نص الليل ونص قمت نص الليل عملنا مراجعه شوي قرينا شوي قمت نص الليل ونص قمت نص الليل قمت ماضي ساعه ونص يلا نمشيوا للامير أمير الشعراء ونبدأ استثنائيا مع وليد زينو ماذا بهم يخص حبيت تقول كلمة قبل ما يبدأ حب نشكر وليد بالحق أنه إنسان يعني يخدم بالأكتواليتي يعني واضح. يعرف الشعب شعب يسمع واضح واضح يلا أنا على الماء أنا شعل يشعل شعل الضوء الدنيا ظلامت ولا انا ما عاد تشوف بعينيا ترى شوف المنقاله بالك صوتت اشكون خدم الكليماتيزار يعطيه دنيا ترى طلم الشباك شوف شبابك الجيران من جهه القبليه اهبط للشارع نطل على انبوبه البلديه ظلمه تحيس نسمع في طماويق قطاطيس قلت كس جوهربين من الظلام صدموا فيا اش فما قالوا الضوء قص على كامل تراب الجمهورية على الفيسبوك من كل ولاية كل واحد يقول حتى أنا قص عليا وبدت الأخبار والحكايات والاستنتاجات الخرافية واحد قال هذا مخطط باش يحتلوا تونس وترجع القوات الفرنسية والآخر قال شفت بهرة ضوء أزرق وترشيقة مدفعية بعدها فيسع قص الضوء إشارات بطمانية فما اللي قال باش توفى الدنيا هذه مؤشرات إلهية فما اللي قال تونس تحت شارج شكون عندها شارجور مسمار جويد نشارجوا به البلاد التونسية وفما اللي ما بقالاش شارج يسأل كيفاش نشارجوا بالبطاطا البطرية وفما اللي كان يشتح يقرأ في كتب عاب الجو في سهرية في لحظة الدنيا ظلامت قال هم يزي بعاد السربوني قص الضوء على عيني وفما اللي قال عمري 53 حاجة عمرها ما صارت يقص الضوء من بنزرت للأراضي البنجردانية وفما اللي لقاها فرصة باش يبزنس دخلة باللاي أختي الضوء مقصوص عندكم في المرناقية هذا مخطط باش البلاد تتشل فكرة متاع قوة خفية وفما اللي قلب دم في الفيسبوك يسأل على السبيطارات واللي تحت العملية جاوب واحد في كومنتار قال له عندهم جروب ما يقصش على الحالات الاستعجالية هذا التوانسة في لحظة كلمة قص الضوء ولت بوبولار ان سو مومون الناس الكل تلوج على أسباب تفسيرية نقول لكم يا هوكش يلي ما تفهموش هذه حكاية ما يفهموها كان صحاح الجواب عند البلدية اللي قص الضوء سيدي عبد الستار بأمر من سيدي لمين راجل للا منجية على خاطرها قص الضوء باش يعمل لها لحظة رومانسية هكاكا كانوا يحتفلوا قبل داير ساير بالقشلة شمع وسيدي طاهر غرسة معاه فرقته الوترية الله 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 برافو 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 وليد الزين البلدية هم اللي والله والله قداشكم الإعلام ريت الإعلام يا خو من الناحية الإيجابية يعطيك الصحة